ايه جيم اوف ذا داي؟ مصطلح اليوم هو consider it done. consider it done دي بنستخدمها علشان نقول خلصانه يا زميلي او خلصانه، او حد مثلا بيسالك عن حاجه او بيطلب منك حاجه بتقول له خلصانه يعني عاملها. word of the day كلمه اليوم هي الكلمه دي، والكلمه دي اسمها unfortunately. unfortunately unfortunately يعني مع الاسف الشديد. unfortunately I couldn't publish episode 4 from Learn Different in Ramadan today because I had a lot of people in my house. يعني مع الأسف الشديد أنا معرفتش أنزل الحلقة الرابعة من البرنامج النهاردة علشان كان عندي ناس كتير جدا في البيت. قولولي بقى أنتوا إيه الحاجة اللي عايزين تتكلموا عنها وتقولوا عنها مع الأسف الشديد. مستنيكم. أجزاء الوش بالإنجليزي في دقيقة واحدة. Forehead. Forehead. Eyebrow. Eyebrow ده اللي هو الحاجب. Eyelash اللي هو الرمش. Eyelid. Eyelid اللي هو الجفن. ودي كلها اسمها eye اللي هي العين. Nose. Ear. Tooth يعني السنة، لكن الأسنان كلها اسمها teeth. Lips. Lips يعني شفايف. Lips. وده كله اسمه mouth. الحسنة اللي في وشي دي اسمها مول. طبعا انت دلوقتي بتسألني هي فين الحسنة دي؟ مفيش ولا حاجة، ده انا بستهبل. لو عندك نمش في وشك النمش اسمه freckle. freckle. اما بقى لو عندك غمازة زي حالاتي كده هيبقى اسمها dimple. dimple. طبعا انا برضو لو عندي غمازة ولا حاجة انا برضو بستهبل. الشرب او الشارب اسمه mustache. الدقن او اللحية نفسها، شعر اللحية ده اسمه beard. beard. اما بقى الدقن نفسها لو انت عندك دقن، طبعا سواء كانت بنت او ولد، ده اسمها chin. chin. كل واحد فيكم دلوقتي يوصف لي شكله في التعليقات ويوصف لي هو عنده ايه من الحاجات اللي انا قلتها في الفيديو. word of the day كلمة اليوم هي كلمة cramps. كلمة cramps معناها تشنجات او الام. my back hurts and I have cramps. my back hurts and I have cramps. يعني ظهري وجعني وعندي تشنجات. الفيديو ده مخصوص للبنات. لو انت بنت في ولد ماشي وراكي وعمال يعكسك وملحقك في رايحه والجايه وعايزه تقولي له بطل تمشي ورايا عشان ما صرخش ولم عليك الناس، تقوليها ازاي بالانجلش؟ بمنتهى البساطه هتقولي له don't stalk me or I'll shout for help. don't stalk me or I'll shout for help. كلمه stalk معناها يلاحق او يطارد او يعاكس، فالال او حرف الال هنا بيكون silent مش بيتنطق، فبقول stalk. don't stalk me or I'll shout for help. البنات احكي لنا على اخر مره تعكستوا فيها، والولاد حرسوا وقالها تتفتحوا. الكلمه دي تعتبر من الكلمات الصعبه في اللغه الانجليزيه، وعلشان ننطقها صح هنحتاج نقسمها لثلاث اجزاء. الكلمه دي نطقها في الامريكان اكسنت هيبقى بالشكل ده: صد جس شن. صد جس شن. صد جس شن. صد جس شن بالشكل ده. اما نطقها في اللكنه البريطانيه هيبقى ساجشن. ساجشن بالشكل ده. ها عرفت دلوقتي ننطقها ولا لسه؟ قولي في التعليقات، وكمان ما تنساش تقولي لو في عندك اي كلمات صعبة ومش عارف تنطقها، وان شاء الله هعمل فيديوهات بيها كلها. مستنيك. في حد من الفانس سألني على نطق الكلمة دي. ناس كتير جدا بتنطق الكلمة دي empty، بس احب اقول لكم انكم غلطانين. الكلمة دي اسمها empty ومعناها فارغ او فاضي. شعري ناكش؟ ما أظن. أنت إيه رأيك؟ تظن؟ أظن. شعري ناكش؟ نستنى أقلل المية تاني. مش للدرجة. مش قوي يعني؟ المفروض تحرقه. ما هو كبر. كبر ها؟ أه. مش فاضي والله. أحلى يا محمد. بس أحلى إن شاء الله يعني. أيوة. يلا. خلاص تعمل إيه؟ استنى بكم. مبدئيا كده انا لازم اقلع النضارة علشان اقول لكم ان انت لو عايز تقول عليها لينسز براحتك، لكن الاصح انك ما تقولش لينسز، وده علشان بمنتهى البساطة عدسات النظارة اسمها لينسز. عدسة الكاميرا اللي هي قدامكم دي اسمها لينس. الجزء الشفاف اللي جوه عينيا الاتنين دول اسمه لينسز. لكن العدسة اللاصقة اللي بيحطوها البنات عشان يغيروا لون عينيهم اسمها كونتاكس. 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 Your eyes are so beautiful.
Are you sure you're not wearing contacts? No, I'm not. These are my eyes. هي علامات ترقيم في الكتابة مهمة ولا لا؟ ركز كده معايا في الجملتين دول. هتلاقي ان الاولانية دي Let's eat احمد، وده معناها انت بتقول لاحمد يلا ناكل يا احمد. انما الجملة الحلوة التانية دي بقى معناها ان انت بتقول لشخص تالت تعال ناكل احمد انا وانت. انت متخيل احمد هيحصل فيه ايه دلوقتي؟ ده اللي بيحصل بالضبط لما بتلخبط في علامات الترقيم وانت بتكتب رسالة لشخص معين، سواء بتكتبها له في الواتساب ماسنجر او حتى بتكتبها له في ايميل، نفس الفكرة بالضبط. فانت علشان تتكلم والكلام بتاعك يبقى صحيح، لازم لو هتنده شخص معين هتقول يا فلان مثلا، تقول له شكرا فتقول له thank you، وبعدين تحط كومة وبعدين تحط بعدها اسمه عشان يعرف ان تقول له شكرا يا فلان. قول لي اذا كنت استفدت من النوعية دي من الفيديوهات ولا لا، وقول لي تحب اتكلم عن ايه المرة الجاية.